ام تي في مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج بيروت اليوم يسرني ان استضيف فيها نائب بيروت الدكتور عماد الحوت وهو ايضا من كتله الجماعه الاسلاميه الكاتب السياسي الاستاذ انطوان مراد والناشط السياسي الاستاذ جهاد فرح اهلا وسهلا فيكم شكرا دكتور لنبدا معك اليوم ينتظر ان تاتي ضربه او ان ترد ايران وترد يرد حزب الله على ضربه وهناك محاولات لمقايضة التقدم في المفاوضات المتوقعة الخميس مقابل التخلي عن الضربة هل تتوقع النجاح لمثل هذا هذه الصفقة؟ لا أنا أعتقد أن المقايضة ظروف النجاح فيها غير متوفر لسببين السبب الأول وجود نتنياهو بالحكم وبالتالي هو يعتبر انه اي تنازل او ما يسميه تنازل في غزه معناتها قضاء سياسيا عليه. بالتالي هو مش حيعطي هذه الفرصه. الامر الثاني لا يمكن لايران الا ان ترد. بقي الان حجم الضربه لانه الان سيادتها هي التي انتهكت في داخل الاراضي الايرانيه. وبالتالي لا يمكن الا ان ترد. هلا تكون الرد محدود الاثر ما بيتحول الى حرب اقليميه كل هذا صحيح. لكن انا اظن انه في ضربه اكيد. هل بالجماعه الاسلاميه عموما وحماس خصوصا في شكل من اشكال تحميل المسؤوليه للنظام الايراني لناحيه الاختراق الامني او ما شابه؟ لا اكيد في اختراق امني، الايراني نفسه اعترف فيه بدليل انه عمل كم من الاعتقالات في اختراق امني اكيد، بس ابعد من ذلك لا مفيه. ما في ما استاذ مراد هل تتوقع ان تنجح المساعي لتفادي الضربه عبر صفقه يقال انه عم يتحضر لها انا اشك بوجود صفقه مثل ما عم ينحكى بهالتبسيط هيدا خصوصا انه بعض يعني وسائل محور الممانعه تتكلم وكانها داخل الاداره الامريكيه يعني اكثر من وسيله اعلام واكثر من مصدر عم بيخبرونا انه حتى في وفود امريكيه راحت على على طهران راحت على مدينه ثانيه ان عبر وساطه تركيه او وساطه عمانيه بحثا عن تسويه ما وطلبا من ايران انه تاجل الضربه او تتخلى عنها لانه في مساعي لتسويه معينه، انا استبعد اي تسويه اللي هي عمليا رح تكون بدرجه اولى بين الامريكيين والايرانيين ومن خلاله الاسرائيليين وحزب الله وبالتالي اتوقع انه يستمر التوتر على وتيره مرتفعه وان لا نتوقع يعني حرب اجتياحات او كذا بس ضربات مستمره حتى اشعار اخر لانه لا نتنياهو مستعد يتراجع بالظرف الحالي ولا برأي حزب الله مستعد يتخلى عن دوره خصوصا انه عرض اكتافه السيد حسن وقال انه خلي ايران ترتاح وسوريا ترتاح نحن نواجه وحدنا ونكمل المعركه. استاذ مراد بهذه النقطه بالتحديد يعني كان لافت انه المطالبه بالتحضر او تفادي الضربه مرتبط ب يقال الوعد الامريكي بمساندة إسرائيل إذا كانت ترد أو في صدد الدفاع عن نفسها أمام رد من حزب الله أنا برأيي الدعم الأمريكي لإسرائيل ثابت لا بس هيدي النقطة يعني إنه عم إيه؟ بيقولوا إنه ما ترد ساعتها ما في عنا زريعة على ندعم حزب الإسرائيلي بعتقد الأمور مستمرة على ما هي عليه مش بالضرورة إسرائيل اليوم ترد رغم انه في بعض ال 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 الاشارات بتقول انه اسرائيل رح تكمل عملياتها النوعيه على على هالمستوى هيدا ويمكن رح تصعد فيها استباقا ومنعا لاي ضربه اي ايرانيه او او من حزب الله بذات الوقت الامريكيين برايي انا يعني ما وارد انه ياخذوا مواقف حاسمه ويفوتوا ب, ب, ب بصفقات اذا فينا نسميها مع نتنياهو اليوم دخلوا بمرحله الانتخابات وانا برايي رح نكمل بهالاستنقاع على وتيره توتر عالي استاذ جهاد هل يمكن ان يبدل الضرب او الرد الايراني او رد حزب الله على الموقف الداخلي اللبناني من عمليه ما يجري في مساندة للاقصى غزه بداية الضربات الاسرائيليه لحزب الله او ايران والردود الايرانيه انا بعتقدها ضمن قواعد اللعبه بيناتهم يلي هي عمليا تقاسم المنطقه العربيه وتقاسم هيدي الدول يلي يلي عم تغرق بالمستنقعات اكثر واكثر، فحجم الردود بعده ضمن هيدا اللعبه وتقاذف الكره بيناتهم اثنينهم. بداية أما على الواقع الداخلي للأسف أنه نحن عايشين تحت هيمنة حزب الله بالكامل على كل المشهد اللبناني إذا اشتدت الضربات أو خفت الضربات علينا يعني اكيد وواضح وصار ثابت باكثر من محل انه اغلبيه اللبنانيين ضد انه يكون جزء من هيدا الحرب ومع هيدا كله هو ضارب بعرض الحائط راي اغلبيه الشارع اللبناني فقد ما تشتد الضربات علينا حيطلع يوم اللي بتخلص بيقول انه هو انتصر ويعمل حمله قمع اضافيه بتشبه يلي صار بعد حرب تموز وقت احتل وسط بيروت وكمل فيها لحديت سبع ايار فعمليا التعويل على مزاج الشعب اللبناني يقدر يكبح جماح حزب الله يبدو صعب خصوصا بظل التضعضع كل المعسكر يلي هو رافض لهيمنة حزب الله على البلد دكتور عماد كان لافت مشاركة قوات الفجر بالعمليات العسكرية ولو انه مبينت انه شكل من اشكال تأكيد الحضور اكثر من انه تولي جبهات مباشرة وشفنا هلا صار لها فتره تراجعت كيف تشرح لنا هذا الموقف اولا لا مشاركه قوات الفجر منها مشاركه شكليه مشاركه فعليه لم تتراجع من لما بلشت بعد عشرة ايام من بدء الاحداث في غزه واعتداء العدو الاسرائيلي على الارض اللبنانيه ما في اعلان عن العمليات صحيح خف الاعلان عن العمليات لكن هذا ما يعني لا يعني انه ما في عمليات وعمليات موجعه يعني بذات الكثافه اللي كانت موجوده بالاول اكثر وليش تغير التكتيك بالاعلان او عدم الاعلان هذه ظروف الميدان هي اللي بتحكمه اهل الاختصاص نعم دكتور هل صحيح انه الجماعه الاسلاميه مش كلها على راي واحد في لبنان من موضوع قوة الفجر والظهور اللي صار بعدة مناطق لا الجماعة في رأي واحد فيما يتعلق بالمواجهة الميدانية للعدو الإسرائيلي نحن بنعتبر أنه بالآخر أي مواجهة بتخلص بتسوية أو باتفاق ونحن رايحين بلبنان على تسوية على غرار 1701 أو تأكيد 1701 لكن من الواضح أنه في عجز بالدبلوماسية وحدها أن تقدر تعمل شيء لأنه المجتمع الدولي متواطئ مع العدو الاسرائيلي لا بل داعم لأ له بكل وضوح فبالتالي انت بحاجه الى براينا على الاقل بحاجه الى جهد ميداني يستثمر فيه الدبلوماسيين حتى يقدروا يفاوضوا بشكل افضل ويقدروا يوصلوا نتائج افضل جماعه بموقف واحد ومتفق عليه وهنا انا بدي اوقف عند نقطه انا بتمنى انه ما نروح للغه الارقام يعني خليني اقول مش اغلب اللبنانيين مع ولا اغلب اللبنانيين ضد في رأيان بلب البلد صحيح في رأي بيقول إنه دبلوماسية واحدة بتقدر تأمن غطاء للبنان وتحميه ورأي محترم وفي رأي بيقول إنه دبلوماسية وحدها ما بتقدر إن تعمل هذا الشيء والدليل إنه اللي شايفينه وبالتالي بحاجة إلى جهد ميداني ليعطيها أدوات تقدر تفوض فيها أفضل هني رأيان ما في مشكلة إنه يكون في أكثر من رأي في بالبلد بس أرجوكم ما نروح على لغة الأرقام ولا نجي نقول بقى في مع وضد لا 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 اني رايين انا برايي اكثر من متوازنين لا بس حضرتك لما كنت كان ضيف عزيز على البرنامج من بداياته لليوم كان عندك موقف من سلاح حزب الله في موضوع السلاح في موضوع القرار في موضوع انه يكون في استراتيجيه دفاعيه الى اخ هذا الراي ما تغير ابدا لا عندي ولا عند الجماعه احنا ما زلنا ضد استخدام السلاح في الداخل اللبناني باي شكل من الاشكال احنا ما زلنا ضد استخدام السلاح في حسابات اقليميه باي شكل من الاشكال ما تغير هذا الموقف ابدا احنا مع استراتيجيه دفاعيه امبارح قبل اليوم انا بدي ارجع اذكر ان احنا اول من اطلق فكره الاستراتيجيه الدفاعيه بسبتمبر بايلول 2006 بعد عدوان تموز مباشره وما كان بعد حدا يحكي بالاستراتيجيه الدفاعيه ما تغير هذا الموقف بعد بس انا اليوم في ظل اعتداء إسرائيلي مستمر على الأرض اللبنانية أنا اليوم هذا النقاش مضطر أني أجله بس لغاية لغاية ما أوصل بس هو قال حزب الله أنه هو اللي عم يعني بساند وأنه بس توقف في غزة بتوقف في جنوب يعني هو ضرب أول صواريخ ب 8 أكتوبر كمان حزب الله بيعبر عن حاله أنا بعبر عن حالي فإذا أنت تسألني عن رأيي أنا لا. وليس عن رأي حزب الله برجع بكرر نحن ما بلشنا عملياتنا الا بعد عشرة ايام من عمليات اعتداء على الارض اللبنانية، راح فيها صحفيين ومدنيين وبيوت مدنيين وبنى تحتية والى اخره، نحن ما بلشنا باول يوم. هذا رقم واحد. رقم اثنين برجع بقول لك المجتمع الدولي الان داعم للكيان بكل ما يملك من قوة، يوميا عم توصل طائرات اسلحة، يوميا عم توصل سفن اسلحه للعدو الاسرائيلي، يبقى انا مش قادر اكتفي بالدبلوماسيه، انا لازم اعمل عمل ميداني يوجع العدو بالقدر اللي انا بقدر عليه. ثم بعد ذلك على الدبلوماسيه اللبنانيه ان تستثمر هذا الجهد لتقدر تحقق شروط افضل، لكن بانتهاء الحرب احنا حكما راجعين للنقاش بالاستراتيجيه الدفاعيه للدوله اللبنانيه. ماذا عن المظاهر المسلحه بعكار وهيدي طبيعيه كانت؟ لا مش طبيعيه ابدا ونحن رفضناها واستنكرناها وما لنا علاقه فيها ابدا مباشره. بس هي كانوا قوات الفجر و لا ]ها. لا لا كل اللي صار بعكار ما كان قوات الفجر، اللي كانوا عمال يرافقوا الجثامين قوات فجر او رفقاء الشهداء صحيح. انا عم بحكي عن اطلاق النار عم بحكي عن المظاهر المسلحه بسلاح ظاهر كل هذه الامور كل التحقيقات اثبتت انه الجماعه ليست طرفا فيها وهي موقف سلبي منها طبعا احنا ادناها ببيانات لا. مش ضمنيا ادناها ببيانات رسميه نعم استاذ مراد بالمقابل يعني عندما ننظر الى المواقف من الاعتداءات الاسرائيليه نرى انه منذ بدايه أصله حتى مثل كانهم بيحشروا الناس لما يكتفوا بالمقاومه السلميه كيف يمكن تحكي بش... عن الموقف الاسرائيلي نعم تحكي عن الموقف الاسرائيلي نعم انه تجي اليوم كل القوى العالم العربي والاسلامي بغالبيتها او بقسم اساسي فيها ساند اوسلو عمل سلام مع اسرائيل عمل ولكن ما تحقق خطوات بالحد الادنى بما يترك امل للناس انه بيقدروا ياخذوا يوم ما دولة لانه بالنسبه لموضوع اوسلو والسلام المفترض بلحظه ما يوصل يتحقق بين اسرائيل والعرب والفلسطينيين بالتحديد صار في يعني تاكل لهالاتفاق هيدا على خلفيه تنامي النفوذ الإيراني بالمنطقة وعلى عدد من الدول العربية وعلى الأزرع المرتبطة بإيران وبالتالي إيران لا يناسبها أبدا أن يتم حل الدولتين بالمنطقة ونفس الشيء بنيامين نتنياهو بتوجهه المعروف لا يناسبه أبداً حل الدولتين فكان بالحر اليوم عندما يتحالف يعني مع اليمين الإسرائيلي المتطرف وبالتالي حل الدولتين لا يناسب الطرفين إيران تريد أن تبرر استمرار احتفاظ حزب الله بسلاحه باعتبار انه في خطر اسرائيلي وما بدها حل الدولتين، وحماس اساسا ما كانت محل الدولتين، يمكن اليوم بلشنا نشوف انه في الى حد ما هيك محاولات لقبول تسويات معينه ولو غير معلنه، بذات الوقت العرب بشكل عام يعني مع حل الدولتين والموقف اللبناني السليم مفترض كمان يكون مع حل الدولتين، وبالتالي استمرار التصعيد والتوتر هو لخدمة تعطيل حل الدولتين وبالتالي لخدمة الأهداف الإيرانية وأهداف نتنياهو هناك تلاقي تحت الطاولة بين اثنين وأساسا حزب الله يعني ما نطر لا دبلوماسية ولا شيء تحرش بإسرائيل فنستخدم هذا التعبير ب 8 اكتوبر ب تشرين وعم نتلقى اليوم الردود الاسرائيليه بحرب انا برايي الى حد ما عبثيه اقل بالنسبه للبنان خسائرنا المباشرة صارت حوالي 3 مليار دولار خسائر غير مباشرة حوالي 3 مليار دولار الخسائر البشرية رح تصير بال 600 تقريبا عدا الإصابات عدا ضرب المواسم السياحية والزراعية وأساسا نحن بأزمة ما عم نقدر نطلع منها فهل نستجب إلينا المزيد من الويلات والدمار كرمال شو هل في دولة بلبنان بالعالم وهل في شعب أكثر من الشعب اللبناني عطى القضية الفلسطينية وصولا لمرحلة أنه ياسر عرفات اعترف أنه نحن كان هدفنا نسيطر على لبنان وأبو أياد قال طريق فلسطين, فلسطين. تمر بجوني اليوم نحن عم نخرب لبنان وعم ندمره تحت عنوان طريق على طريق القدس أي طريق قدس ما معن خبرنا لا بالقدس ولا حتى باسرائيل الا في ايه منزعجين بمنطقه شمال اسرائيل بس هيدا براي اسرائيل هيدا الثمن اللي بدهم يدفعوه مقابل تدمير حركه حماس مثل ما عم بيراهنوا الاسرائيليين ومقابل ضرب حل الدولتين هيدي نحن المعادله الموجوده استاذ جهاد الخارج ينظر الى لبنان وكانه مثل ما قال الدكتور في رايين بس ما قادر راي يلزم الثاني او يسيطر على الثاني من حيث انه يعطي لبنان مع او ضد كيف تصف هذه النقطه بالتحديد يعني بلبنان في ما في دبلوماسيه يعني عم عم بيسلفها الدكتور عمليات تيقوي لها موقفها بس بالحقيقه بلبنان ما في دبلوماسيه على الدولة اللبنانيه لانه لا وزير خارجيتنا آه عارف شو عم بيقول ولا في ولا في حكومه ولا في رئيس جمهوريه فعمليا نحن بفراغ فرضوا حزب الله بعملية تدمير ممنهج لكل مؤسسات الدولة نحن اليوم وطن بلا دولة هيدي الحقيقة وهو منتقل من بعد تدمير الدولة لتدمير الوطن وتهجير شعبه عمليا في حم في في عمل بشكل منهجي لتهشيل اللبنانيين المؤمنين بهذا الوطن خارج لبنان وهيدي مأساة يعني لا لا بعد مأساة عم نعيشها بالناس اللي حوالينا كل يوم للاسف انه في حزبين بلبنان، حزب القاتل وحزب القتيل. للاسف كمان انه الجماعه الاسلاميه انتقلوا من محور لبنان اولا ليصيروا بصف حزب الله، وقتها حزب الله سمح لهم يعملوا عمليات بجنوب لانه ما بنتذكر عن عمليات بنهايه الألف يعني باخر ال 1990 لحدود ال 2000 ما كانوا تقريبا موجودين، فهو وقتها كان بده غطى لعمليه التكفير عن كل ذنوبه يلي ارتكبها بحق السنه بسوريا وبالعراق وببيروت بسبعه ايار صار بده غطى سنه وللاسف ارتضيوا بهيدا الدور مع انه نحن كنا عم نناضل نحن وياهم بفتره 14 إدار من اجل بناء لبنان الدولي ولبنان اللي بيساعد الجميع اليوم ما في الا حزب الله عم بفاوض وكل البقيه اقصى طموحهم انه يقدروا يجتمعوا بممثل امريكاني او اوروبي او الى اخره، اللعبه نحن مجددا للاسف عن جديد من سنه 1969 من وقت اتفاق القاهره المشؤوم، نحن سلمنا قرار سياده البلد ولهلا مش عم نقدر نرجع نسترده، نحن بحاجه لاعاده تصحيح الخطيئه الكبرى اللي صارت وقتها ب انتفاضة وطنية ضد وضعنا على مسار حروب بين احتلالين احتلال إيراني واحتلال إسرائيلي لا ناقة لنا ولا جمل فيهم نحن أرضنا حررناها بالقوة وحررناها على آخر شبر واللي قتل جورج حيوي ما في يجي يعلمنا شهادات بالمقاومه نحن اليوم مطلوب اعاده بناء دولتنا قادرين نحن نساعد القضيه الفلسطينيه اكثر من صواريخ حزب الله شفنا الدكتور نواف سلام شو عمل بالمحكمه الدوليه وقادرين نحن نكون موجودين ونقدر نعمل دعم بطرق تانية فرض المواجهة والصراع مع إسرائيل بإطار عسكري فقط هيدا جريمة عم ندفع ثمنه نحن عم بيكون على حسابنا ده. بالوقت اللي نحن قادرين نكون بمحلات تانية في حدا عن عفوا فكره اخيره عن قصد عم بيجر الصراع ويحصروا بس بعنوان عسكري محل تفوق اسرائيل هيدا هون صار في علامات استفهام على الموضوع نحن خسرانين بالمواجهه العسكريه اليوم قدام اسرائيل، ليش عم نست... عم نستمر تنرجع نعمل مواجهه عسكريه غير متكافئه خالص، هذا هون صار في عمل مشبوه، هذا في انتحار للشعوب العربيه عم بيصير بايادي آه بين بارنتيز عربيه بس هي ولاء كامل لايران للاسف. دكتور يعني في خيبه معبر عنها عبر عنها السيد جهاد وعند كتار باوساط عندما كان عم يدخل آه تدخل قوات الفجر بعمليات اطلاق الصواريخ حضرتك قلت انه كمان انه بس تخلص هذه الاوضاع سنعود الى مواقفنا السابقه بال69 الحكومه اللبنانيه لما صار ما صار كانت عم تتامل انه ترجع تلقط الوضع وعمليا لم تتمكن وفلتت المساله من ايدها هل قادرين ترجعوا لهذه المواقف أولا خليني أقول إنه نحن يعني نحن من 82 موجودين بالجنوب موجودين ب عن حزب الله؟ بشبعه والهباريه بس حضرتك تعرف يعني عمليا وبفترات حصلت حساسيات بين الجماعه وبين حزب الله بسبب هذا الوجود أي متى تقريبا؟ من بعد ال 2006 مش من زمان. هي 2006 جبدوا مش من زمان. ايه بس بين 2006 و2023 رقم اثنين عم بيفتخروا الناس بفترة السلام، يعني رواء على اي سلام؟ م. هلا بنحكي. رقم اثنين، نحن بال 2006 شاركنا بالمعارك، ما كنا غايبين. شاركنا على قد ما بنقدر لأنه في عدو دخل على الأرض اللبنانية ما كان ممكن نوقف نتفرج عليه. ثلاثة عن أي هدوء عم نحكي؟ خلينا نكون واقعيين شوي. اللي بيعرف بالاستراتيجية وضيوفك الكرام اكيد بيعرفوا بالاستراتيجية بيعرفوا انه في طريق كان رايح من الهند عبر الاردن وصولا الى تل ابيب هذا الطريق لو نجح باي باي مرفق بيروت ما عاد في اقتصاد عن اي عدو عم نحكي نحن بدنا ننتبه عن اي عدو عم نحكي نحن لما رحنا بعنا الخط 29 ونحن كنا ضد التنازل عن الخط 129 عم بحكي عن الجماعه كنا ضد تنازل عن الخط 120 29 وتنازلت الحكومه اللبنانيه بتواطؤ مع بعض القوى السياسيه صحيح طيب شو صار؟ أحوال العدو الاسرائيلي قاعد عمال يستخرج نفطه نحن ممنوعين من استخراج نفطنا مش احنا مش عاجزين نحن ممنوعين من استخراج بس نفطنا بس دكتور تعرف حضرتك انه صاروخ واحد منكون اكثر اذا بدكم تضربوا كريش اكثر فاعليه من صواريخ تطلع جزافا 100% بس, بس هذا يعني قديش احنا عندنا حجم من الحكمه انه احنا ما بدنا نمرط البلد بحرب شامله البلد ما بيقدر وبركي هلا صارت زريعة وورطونا بحرب شامله شوف العدو الاسرائيلي ما بده ما بحاجه لذريعه واحد مثل نتنياهو مش بحاجه لذريعه هو بس انا مفترض فيني اني ما اعطيها هذه الذريعه ايضا بالمقابل وبالتالي كل حركتنا مضبوطه ايه مضبوطه بكل الحروب في شيء اسمه قواعد اشتباك بتبقى عم تصير بين المتخاصمين شبه متفق عليها ضمنيا مش رسميا ايه نحن عم نشتغل ضمن قواعد اشتباك وبرجع باكد احنا هدفنا انه احنا ميدانيا نوصل رساله للعدو استباحة الأرض اللبنانية مش نزهة هاي من ناحية ومن ناحية ثانية نحن عمال نعمل إيلام للعدو حتى الدبلوماسية اللبنانية عبر وزارة الخارجية والحكومة اللبنانية تستثمر بهذا الجهد الميداني لتقدر تحسن شروطها بأوسع إطار ممكن بس أنا ماني رايح باتجاه حرب شاملة وما بتمناها لكن إذا قرضت كلنا أظن اللي على هالطاوله واللي خارج هالطاوله حيواجه لانه ما في لبناني ساعتها اذا فات الاسرائيلي على الارض اللبنانيه حيقعد يتفرج بس هيدا مش رهان انه ما ندخل الكل بحرب نحن عم نعطي اعذار لسوريا انه ما فاتت بسبب اوضاعها نحن اوضاعنا ما بتبرر لنا انه ما نفوت بحرب نحن ما حنفوت بحرب اذا هلا صار الرد معنا. يمكن نفوت بحرب يا استاذ انطون رجع للاعلام للارشيف الاعلامي للعدو الاسرائيلي بالاسبوع الاول بعد طوفان الاقصى نتنياهو كان عم يقول انا بدي فوت على جنوب لبنان واقضي على حزب الله وعلى كل هالوجود وما كان بعد فيه هالحجم من العمليات، عم نحكي نحن عن اول اسبوع اعلن عن نواياه بوضوح عندك عدو اعلن عن نواياه عم يمارس تدمير لاقتصادك، عم يمارس تدمير لارضك، عم يعتدي على الجو والبحر والارض اللبنانيه وبالاخر قلت له لا انا بدي اروح على الدبلوماسيه اللي هي الدوليه اللي هي كلها عم تدعمك ما انت الاسبوع الماضي بتشوف انه بالاعلام طلع انه في ضابط وعدد من الجنود الالمان بالجيش الالماني قتلوا باحدى العمليات بغزه يبقى العدو الاسرائيلي موجوع ليستعين بجيوش من اوروبا معنى الجيش الاسرائيلي لا يعني عم عم يتالم وعم ينهار لحتى يضطر يستخدم عساكر وقدرات عسكريه من المانيا ومن السويد ومن فرنسا ومن عدد من الدول الاوروبيه. طيب خلينا استاذ مراد انت مراقب ايضا، هل وصل الاسرائيلي الى هذه الحاله الصعبه؟ انا برايي اكيد الاسرائيلي غير مرتاح اليوم لانه على الطريق بينت المواجهات انه المعارك ما عم تنحسم مثل ما كانت عم تنحسب من زمان ايام ما يعتبروا حالهم الاسرائيليين ايام عزهم العسكري ولكن بذات الوقت الدعم الامريكي متوافر الى ابعد حدود وعم نشوف الاساطيل والبوارج والطيران ودفعات الاسلحه والدعم المادي من الامريكيين ومن الاوروبيين كمان مشان هيك انا برايي ليش نحن بدنا يعني نتحرش بوكره بابير تحت اي ذريعه كانت يعني كذا، اوكي، المعركه بغزه وال واللي اخذ قرار المعركه بغزه هي حركه حماس، اتضايق ايران عرف فيها، الارجح انه مع خبرها كمان، لانه ايران هي الداعم الاول والممول الاول، وبالتالي هالمعركه بالتحديد ما كانت لتحرير اراضي فلسطينيه وسيطر عليها بركة اسرائيل بركي لا يوقفوا المشروع اللي حكي عنه الدكتور ما انا بشك انه يكون في هالقد بعد لهالمعنى جيب لهم دليل, لهم دليل, لهم دليل, لهم دليل على شكك انا ما عندي مشكله ايه؟ تشك بس, بس جيب دليل, بس دليل على شكك على الاقل بس ما في دليل كمان بالمقابل لا في <applause> لا في <applause> <لا فيه تصفيق> اعلنت انه يفوتوا بهيدا الطرفين قالوا انه ايران ما كان معها خبر بالعمليه الطرفين قالوا حماس لا نحكي عن فكره المشروع من الهند ربما هيدا المقصود اكثر من المشروع الهند اكثر من قصه لو لبنان لو لبنان اليوم آه آه ليش بده يكون خط الخط الهند لاوروبا لا بيمرق ب بي آه بباكستان بي وبيمرق آه بالامارات وبيمرق بالسعوديه بيمرق بالاردن بيمرق باسرائيل ما بده يمرق بلبنان لانه حيفا لا حيفا تاريخيا غير هيك هيدا هو المرفأ يمكن كان الحكي انه مش بحيفا الحكي انه توسيع مرفأ يافا هونيك يكون مش بحيفا كمان آه ليش ما بدو يمرق ببيروت كمان يكون في له فرع ثاني لانه لبنان محسوب على ايران وايران بمحور الممانعه اللي حاطت كل وراءه عند عند الروس وعند الصينيين لا انا بس لانه لبنان رافض التطبيع مع العدو الاسرائيلي وهو موافق على مبادره الملك عبد الله في حل الدولتين ورافض التطبيع إيه؟ مع العدو الاسرائيلي لبنان الرسمي خلينا نقوله بوضوح رافض التطبيع مع العدو الاسرائيلي مش هناك الا بمبادره الا بمبادره بيروت الا على حساب طبعا. طبعا. لا بس مبادره بيروت كمان بس خليني الفت النظر القصه إيه إيه. على مبادره عبد الله إيه. بس مازل. خليني خليني الفت النظر كمان الحديث انه موضوع هيدا الخط اللي عم نحكي عنه هيدا بعده هلا بالهواء يعني ما في شيء بياكد على انه رح يحصل بوقت قريب ثانيا يعني كمان ما ننسى خط الحرير كمان الصيني على اوروبا كمان، كمان هذا الخط محور ممانعه ماشي فيه، خصوصا انه السيد حسن قال فلنتوجه شرقا. بدي اسال هون بالنسبه لموضوع الدبلوماسيه. متى سال حزب الله عن الدبلوماسيه اللبنانيه؟ ومتى اهتم بايجاد حد ادنى من التشاور من خلال خطواته اللي عم ياخذها باسم اللبنانيين وعم بتورط لبنان. لو لم يتحرش حزب الله باسرائيل اليوم تحت عنوان دعم حماس وقطاع غزه اكيد ما كنا نحن عم شيء هلا كذا وثاني شغله كمان انه انا بدي اذكر بحرب تموز كمان نفس الشيء عمل العمليه بمزارع شبعه وكان الرد الاسرائيلي المهول وانتهت بانه لو كنت اعلم حتى بدي اذكر بالقرار 1425 لما قررت اسرائيل تنفذه تحت ضغط المقاومه، تحت حسابات كذا، كانت فعلا انه خلينا نقول نعترف إن لاسرائيل، أنه صادق بدها تنفذ الانسحاب، ولما قررت اعلنت انه بدها تنفذ الانسحاب الاسرائيلي، قامت قيامه النظام السوري بعد وحزب الله انه هذا انسحاب احادي مفخخ وما بنعرف شو عم يخفي ونحن بنرفضه، هذا بده تفاوض، بدأ... يا اخي اسرائيل لا تنسحب من لبنان تطبيع 425 ليش ما بدهم؟ لانه يلغي مبرر احتفاظ حزب الله بسلاحه ويلغي مبرر استمرار الوجود العسكري السوري بلبنان هذا السبب الوحيد لشو نحن على طول بدنا نحمل السلم بالعرض ونقاتل عن كل العرب ونقاتل عن ايران اليوم عن ايران اليوم عن مشروع الايراني للهيمنه على الساحه العربيه والغاء كل شيء اسمه عربي وفرض الاجنده الايرانيه حتى على المسلمين بكل انحاء العالم عم نشوف مشروع مخيف انا مش شرط دافع عن 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 هالمجموعه عن, عن المجموعه بس نحن عم نشوف بعين المنطق انه لا يريدون لبنان لانه وطن شراكه فعلي بدهم يهيمنوا على لبنان مثل ما بدهم يهيمنوا على اليمن اللي كمان في اكثريه سنيه بس الحوثيين بخلفيتهم المذهبيه بدون يهيمنوا عليه، بالعراق اعتبروا انه اكتملت الهيمنه وبسوريا حيث الاكثريه سنيه مهيمنين الطائفه المدعومه من ايران، يعني في امور لازم نحكيها مثل ما هي، في مشروع ايراني يريد الهيمنه على الساحه العربيه ويدعي انه هو الوحيد اللي يواجه اسرائيل ولما بحين وقت المواجهه بنبلش بنحكي بالمفاوضات تحت الطاوله مثل ما عم بيصير اليوم دكتور بيهمني تعليقك على هذه الفكره بقول لك احنا في وجهتين نظر بالبلد لا حضرتك يعني, آه يعني انا اليوم يق... انا, أنا وحدي من وجهتين النظر انا امثل جو وحده من وجهتين النظر بلكي ثلاثه انتم يعني بس آه <applause> خلينا نكون واضحين لازم تكونوا ثلاثه لا لا وجهتين ما في ثلاثه <applause> يعني انتم مع ربط لبنان بكل القضايا <applause> لا يعني <applause> لك لا. انا شو لا ما قلنا هيك نحن في تمايز ابدا في ما قلنا يعني ثلاثه <applause> بس برجع بقول لك شان. لا هو بتصير يا بك تكون يا سي في فرق في فرق ما انك انت تكون ايدك بالنار وتكون ايدك بالماء بس يعني انا بهالح... بل... بهالحاله <applause> هاي بهالحاله هاي انا بقدر اقول انه بالحرب الاهليه لما القوات والكتائب واجهوا الجيش السوري كانوا عم يدفشوا لبنان على القراب ولا كانوا شاعرين بالخطر على حالهم في قرى عمال تقصف في ناس عمال تتهجر واهل هذه القرى بالجنوب واقفين مع المقاومه وعم يطالبوا بالمقاومه انا اللي قاعد باقصى الشمال، ما فيني انا وقاعد على كبايه شاي اقعد نظر لهؤلاء الناس انه لا ما لكم حق حدا يدافع عنكم إنه كل... في ظل عجز الجيش اللبناني لظروف موضوعيه طيب بس دكتور عندما يكون دول. تاريخيا الموضوع القضية الفلسطينية هو موضوع يتجاوز لبنان وحده وفي جامعة الدول العربية طبيعي. بس برجع يعني انتم مع انسحاب لبنان من جامعة الدول العربية انا حاكم العدو أه؟ على تصريحاته الاستراتيجية مش على تصريحات صحفية لا لا في تصريحات استراتيجية هو مستهدف لبنان روح على الكنيسة وشوف خريطة إسرائيل الكبرى لبنان بأكمله جزء منها وبعده للان رفع لهذه الطريقة مش... وبعده للان هو عم يطالب بهذا المشروع ما... هو مستهدف لبنان امبارح واليوم وبكره كان طلع منه ما فينا هو... نعيش في وهم يا دكتور إن انا بدي طلع منه. يا دكتور طلع منا للبنان ما طلع منا لا طلعوا من الجولان طلعوا من الجولان ما طلع منا طلعوا من الضفه الجولان المنطقه الوحيده اللي بعدها محتله ما قال بيسحب ومزارع شو مزارع شو مزارع شو خلي خلي يعترف النظام السوري او خلي خلي يعترف النظام السوري بلبنان ميزانيه مزارع شبعه ونحن اول ناس بنروح من اي من اسرائيل أيوة على كل حال شبعه موجود فيها الاندوف من الاساس يعني تحت الاندوف من ال 67 لا مزارع شبعه موجود فيها الاسرائيلي وله قواعد فيها اي اي بس من ال 67, يعني الـ الـ 67 وستين. في نزاع حدود ضمن اطار 67 لا قواعد فيها قرار ايه الاندوف 242 يعني من وقت الحرب 67 معتبره محتله المهم بس دكتور الفكره انه ان يتفرد طرف لبناني في هذا الامر 100% مية بالمية أنا ماني مع أنا ماني <applause> بس عم بتشاركوا أنا ماني مع أنا الآن أمام واقع في عدوان الآن قائم انا ما عندي الرفاهيه الان اني اقعد احكي بالتنظير السياسي هو ساعتها أنا بس, يخلص بس, يخلص العدوان هي بس, هي بس يخلص نفي. العدوان دكتوري. ساعتها بنقعد لا من من صوت يعلي فوق صوت المعركه هيدي كانت سبب بلاء ما صوت معركة لا بدنا نشارع بهذا الموضوع لا هو ورطنا بحرب 8 اكتوبر هو قصف اسرائيل اول مش مره مش, داية مش داية اول مره بس اسرائيل هو الله هو بيتباهى فيها كمان استاذ جهاد لا هذا الكلام هو بيتباهى بهذا الموضوع لما تكون ببيتك جيد وبيفوت عليك آه قاتل او او سارق تستنجد بقوى الامن الداخلي بس عبال ما تيجي شو بتعمل دكتور تتكتفوا الس... بس لا ما كان في شيء كيف الحكي هذا ما كان في شيء بوقت كيف الحكي هذا ما كان في شيء نحن بتماني آه نزال على الجنوب وسال بطول. اهل الجنوب اذا كان في ولا لا نحن ما فيك تقعد بعيد عن الارض وتحكي بهالطريقه هاي نزلوا على الكره الجنوبيه وشوفوا كيف كانوا مرعوبين كل الوقت إذا <applause> ما بنوقف قدام أهلنا وقدام ناسنا ما بنكون نحن سياديين وما بنكون نحن عم نحمل مشروع سياسي لبناء بلد، بدنا نبني البلد بدنا نبنيه لكل الناس، إيه ما فينا هل... نبنيه لبعض الناس ونستن و... و... ونبعد عن بعض الناس والقرار نعم من يقرر المصلحة العامة رئيس الحكومة عم بيقول نحن عم نعمل جهدنا والمقاومة عم تعمل يا دكتور علام. شو قال رئيس الحكومة؟ خلينا نتذكر رئيس الحكومة شو قال؟ رئيس الحكومة <applause> الله يرضى عليك لا لا بس هو رئيس الحكومة شو صرح وقت السؤال أول جمعة؟

هل الاكثريه موجوده او غير موجوده الرافضه لتفرد حزب الله بالقرار؟ واعتبر في اكثريه كذا مره كان في اكثريه مناهضه لحزب الله، شو قدرت عملت؟ ما هو خاطف كل شيء مش ما ما مش بحاجه لاكثريه، بال 2005 كان في اكثريه مناهضه لإله، وبال 2009 كان في اكثريه مناهضه لإله، وما قدروا عملوا شيء، سكر مجلس النواب واحتل بيروت وزل اهل بيروت وعمل يلي بده اياه بالاخير يعني الأكترية وقصه الارقام والى اخره صح انا موافق مع الدكتور انه لا تنفع لانه في قوه سلاح في لا توازن في قوه سلاح في وصي ايراني رئيس الاركان يلي انقتل تبع حزب الله من من كم يوم بالضاحيه طلع في معه مستشار ايراني يعني مش مامنين لهم بذكرتني هالخبرية وأيام الوصاية السورية وقتها كانوا يقولوا فوق كل ضابط في ضابط سوري إن إحنا ما منقرر شيء هون نحن بس نتلقى النتائج وقتاً اللي بقرروا يفتحوا حرب نحن بنتلقى النتائج وقتها بيقرروا يوقفوا الحرب ويرسموا ويتنازلوا عن شقفة كبير من حدودنا وثروتنا البحريه بتقدر بشي 100 مليار دولار نحن بقى نتلقى النتائج والدكتور عم بيبرر عم بيبرر قصص حتى هو ما بعرف قديش عن جد بيقدروا يقرروا بمسار الامور ومين يفوت؟ اصلا الايراني قال قال نحن كل هيدا اللي عم بيصير هو تاي قوي موقفنا بالمفاوضات مع امريكا بالمنطقه اليوم بالمنطقه في محورين في في مش محورين في جوين في شعار وحده الساحات يلي ببلش بطهران وما بنعرف وين بيخلص واللي هو كله يسخر لخدمه الامبراطوريه الفارسيه وفي مجموعه دول عم بتناضل لمصالحها الوطنيه ورفاهيه شعبها نحن وين بدنا نكون نحن وين بدنا نكون باي محل نحن همنا اللبنانيين وعيشتهم الكريمه والازدهار والتعلم ولا همنا نكون شيء بيشبه المدن يلي صار مثل ما صار المشهد بحلب وبحمص وبعد انفجار المرفأ وبغداد وتعز والى اخره دكتور يعني اللي عم بيتفضل فيه هلا بيطرح انه قدره الشعب او المجموعه على ان تبادر او تنخرط في حرب عرب 48 مأخوذ وضعهم بالاعتبار ما بيقدروا يعملوا شيء حتى مظاهرة منهم قادرين يعملوا ما عملوا مظاهرة قدروا وضعهم الضفة الغربية أيضا بسبب ظروفهم عمليات محدودة وقدرة التعبير محدودة سوريا أيضا تعتبر بمحور الممانعة بالنسبة لظروفها الكل يعذرها لبنان المفلس، المتفجر، الجائع، الخائب، اللي بدك إيه؟ يمكن ان يعتبر نفسه يكتفي بتاييد معنوي للمقاومين في غزه؟ بيقدر بيوقع صق استسلام وبياخذ هيك موقف كله مز... بس بيادر في بيادر. من, ال... من 8 استغلطان. مليار بشريه بيقدر ايه بس من 8 مليار بشريه انا بدي اشوف العدو شو انا بدي اشوف العدو شو شو بده من لبنان العدو بده صك استسلام بده اياك ترسم الحدود مثل ما انت مثل ما هو بده لا ما هن حتى. بده فينا عليها بده اياك ترسم البحر مثل ما هو بده رسمته بدك تعمل كل هالامور مثل ما هو بده رسموها هن اذا ال... انت بدك اللي عم بيخوضوا حرب معه و... تعمل صك استسلام يكون القرار فيه بدل ما هو هلا بايران يصير بتل بيطق... ابيب بيطق... بي... في والحلين غلط القرار لازم يكون ببيروت مش بمحل تاني بس لحتى حفر. يكون القرار ببيروت انا بحاجه لواقع مختلف عن الواقع اللي انا فيه انا بحاجه لوجود دوله متفق على انها هي دوله فعلا عندها مؤسسات من, ح.. من حال يعني دون, 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 يعني دون, دون الدوله باحاديثنا آه آه من حال دون الدوله من 2005 إلى الندويات انا من انصار الواقع لا الواقعيه واقعيه الان الواقع هيك الواقع كيف صار هيك ما في دوله في دويله لا في حكومه مثل الخلق بسبب مين؟ في دويلات بسبب في دويلة بسبب اقوى من الدويلات دويلة. لكن في دويلات وكل واحد قاعد عامل دويلته على قياسه وين يا عامل دويلته على قياسه وين؟ بس في دويله اكبر من باقي الدويلات صح ما عندي مشكله بهذا الكلام كل هذا صحيح بس بهالظرف هذا وبهالواقع هذا وبغياب هالدوله هذا الان انا عندي حرب مفتوحه مع العدو الاسرائيلي شو بعمل؟ أنا هلا واجبي وجه رسائل واضحة للعدو وبس تخلص الحرب نرجع بنشمر عن كماننا بالحوار السياسي وبالضغط السياسي وبكل الاشياء اللي انت عم تقولها، بس بيظل الحرب احنا واجبنا كلنا نروح باتجاه ارسال رسائل موحده للعدو الاسرائيلي حتى لو اسمع استاذ حتى, حتى انه اي رسائل بدنا نرسلها يا دكتور عماد عماد نحن اه... بنحترمك وبنعزك وبنعرف قد كان حضورك حضور الجماعه ب 14 اذار حضور جدي وفاعل بس اليوم انت عم تحكي غير لغه لبنان صار ساحه لايران ساحه لتوجيه الرسائل الايرانيه مش نحن اللي عم نوجه الرسائل ايران عبر حزب الله عم بتوجه الرسائل ولاغي الدوله اللبنانيه ومهيمنه على قرارها وكل واحد بيفتح تمه او بيقول لا يلغى ان كان بالاغتيال او بطريقه كذا وعم نشوف هيدي من والدليل انه 12 رمز من 14 اذار تم الغائهم بكل بساطه وبعدهم لليوم عم يرفضوا محاكمة المذنبين أو ملاحقة المذنبين، نيح اللي كان في محكمة دولية لا قدرت حكمت على ثلاثة من حزب الله، بينما عم نشوف كمان مثل موضوع تفجير المرفأ اللي أكيد حزب الله إله علاقة معينة فيه عم يهرب منه وبالتالي ما بده كمان إنه القرار يمشي ولا بده الدولة يكون إلها كلمتها ولا بده إنه القضاء يكون إله كلمته. فاذا لوين رايحين نحن؟ نحن صرنا مجرد علبه بريد لتوجيه الرسائل لاسرائيل ولامريكا وللعرب كمان وللعرب بشكل خاص كمان الرسائل عم تتوجه مش بس لاسرائيل، نحن لو ما تحرشنا باسرائيل اليوم اكيد كانت الجبهه اللبنانيه رائعة الى حد كبير ما فينا نحكم على النوايا نحن نقول اسرائيل هي بدها شيء وانه تريح حالها من لبنان بنروح نحن بنحركش من بنحركش من ومن من من حالنا بمزيد من المآسي والكوارث والمعاناه والكذا نحن مش مصدقين كيف بدنا نطلع من هالمآسي اللي ورطنا فيها هو حزب الله اللي الغى الدوله اللبنانيه وتحالف مع مع الحلفاء الحليف الاول المسيح الحليف البرتقالي وصار عندنا حلف بين دويله الفساد ودويله السلاح دمرنا لبنان وصلنا الدين العام لمئة مليار دولار وما فوق نص عملية على الكهرباء وما في كهرباء لأنه كله سر أو نهب وصفقات أنت بتهرب من والى سوريا بسكت عنك بس انت كمان بسكت عنك بالمقابل مول صفقاتك بالكهرباء وما الى هنالك من صفقات يعني نحن اليوم بوضع تدمير الدوله اللبنانيه وتقويض اركانها لمصلحه الدويله اللي مهيمنه وانا انا بستغرب تحكي دكتور وين في بعد دويلات بلبنان غير دويله حزب الله وين في دويلات كل واحد عم يرفع راسه وعم وكل واحد عم بيقول بدي طبق ديمقراطيه وبدي انتخب رئيس جمهوريه عم بيعطلوا انتخاب رئيس الجمهوريه، خلينا نحكي عن الموضوع هذا كمان مدامة المحاصصة موجودة الدويلات موجودة نعم مدامة المحاصصة موجودة الدويلات نحن الدولات ضد المحاصصة موجودة. والمحاصصة اللي صارت هين بين حزب الله وبين حلفائه وصلت لمرحلة بين تيار الوطني الحر بوقتها وبين تيار مستقبل الحكومة واللبنانيين فعلا السيادين كانوا ضد هالمنطقة هيدا منطقة المحاصصة وإلغاء الآخرين بدنا نتوقف مع فاصل إعلاني من بعده بدنا نحكي شوي عن الحوارات التي تجري مع الجماعة الإسلامية جريدة الأخبار بالاسبوع الماضي حطت انه في حوارات من القوات من الكتائب من التيار العوني ما هي اجواء هذه الحوارات بدنا ايضا عن انتخابات رئاسة الجمهورية هل مرتبطة بما يجري في غزة أم حتى لو خلصت بعد غزة في شيء أعمق ينتظر المعالجة قبل الخوض فيها محطة وجيزة ونعم نتابع مشاهدي ام تي في هذا الحوار ضمن بيروت اليوم وضيوفنا الدكتور عماد الحوت نائب بيروت وعضو كتله الجماعه الاسلاميه الكاتب السياسي الاستاذ انطوان مراد والناشط السياسي المهندس جهاد فرح جدد الترحيب فيكم دكتور شفنا بتقارب او محاولات اعاده التشاور بين قوى معينه هي التيار الوطني الحر القوات اللبنانيه الكتائب مع الجماعه الاسلاميه ما هو المحو المحاور الاساسيه لهذه اللقاءات وليش اجت بفتره واحده لا ما اجت بفتره واحده اجت بفترات متباعده من خلال العشر اشهر صار في لقاءين مع قوات اللبنانيه عم بحكي على المستوى القيادي الرسمي يعني اما اللقاءات اليوميه بالمجلس وخارج المجلس فهي موجوده معهم ومع غيرهم مع الكتائب صار في لقاء واحد مع التيار الوطني الحر صار في لقاء واحد وبفترات مش متقاربه وليش لكان حطت الاخبار بهذا السياق؟ تسال الاخبار ما أنا, انا بس بال بالمختصر لما قريتها بالمختصر في جو عم يحاول يصنف الجماعه انها صارت جزء من وحده الساحات ومن محور ما يسمى الممانعه و و في شغل انشغل على هذا الموضوع بالاعلام وبالدعايه والى اخره. وبالمواقف و... وبالمواقف دكتور؟ لا مش بالمواقف، بمواقف مين؟ مواقفكم. لا مش صحيح. لذلك كان دور الجماعه انها هي تيجي تقول لا انا بعدني محل ما انا، لكن الان في حرب مع العدو الاسرائيلي، فانا عم بتحاور مع كل الناس، عم بقول وجهه نظري، عم بسمع وجهه نظر الاخرين. بنحاول نقنع بعضنا، يمكن ما نقتنع من جلسه وجلستين، نروح على اكثر. هذا 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 طبيعه لبنان الحقيقة بس اللي اللي نقعد ونحكي مع بعض يعني بس... مش نقعد ونقوص على بعض صحيح بس دكتور اذا حزب الله يعني يقول اصلا ذات الشيء يعني برجع لك انت بتحاسبني اللي ما بتحاسبني ما بتحاسبني على موقف حزب الله لا بقى. بس هو حزب الله ايضا لا يقول انه هو حامل يحمل سلاح لانه بده يحمل سلاح لانه في حرب صح يعني م... يعني صح. موقفك مثل موقفه لا شو الفرق؟ الفرق انه هو بال 2007 استخدم سلاحه جوا الفرق انه بال2008 عفوا 2008 مش 2007 استخدم سلاحه جوا بال2009 نزل ام صنسود بال2011 فات على سوريا في فرق في خلاف سياسي حقيقي مع حزب الله بس برجع بقول بهالمرحله بالذات والعدوان على لبنان قائم انا معني الان وجه رساله موحده لا بس هو بيعتبر انه إسرائيل. الاحداث الداخليه انجر لإلى كي يتمكن من حمايه حاله ليقدر يواجه هو اسرائيل هو يعني هو معني, معني أتنع أتنع. هو معني يبرر وانا معني اقنع او ما اقنع هو معني يبرر وانا معني اقنع او ما اقنع هذا موضوع اخر بس بهاللحظه هاي يلي العدو مهدد الارض اللبنانيه انا ما بسمح لنفسي اني فوت بمواترات سياسيه لا مع حزب الله ولا مع غيره هذا ما يعني انه انا متفق مع حزب الله او متفق مع غيره بهاللحظه هاي انا مقدر خطوره الموقف على لبنان اللي هي بتملي علي اني ما فوت بمهاترات مع حدا تخلص الحرب نرجع للمواقف السياسية ونرجع للحوارات السياسية ونرجع للضغط السياسي ونرجع لكل الأدوات اللي كنا عم نتعامل فيها سابقا بشكل طبيعي أستاذ مراد اليوم بعض الحوار زيته تقريبا مثل كأنه بالستينات هل المسألة هي مسألة بنيوية في هذه النزاعات من قبل وجاي محليا عم نحكي نعم في جزء منا إلى حد ما يعني بنيوي لانه تركيبه لبنان مثل ما هو مكون اليوم على صعيد النظام السياسي اثبتت انه في خلل ببعض المطارح لابد من تصحيحه يعني الصيغه بالخلفيه تبعها بالاطار تبعها ممتازه وهذه تجربه تجربه يعني فريده من نوعها بالعالم كله العيش اللبناني الاسلامي المسيحي المشترك ولكن بالدستور بنقول انه اي سلطه تخالف العائشه المشتركه يعني سلطه تخالف الدستور تخالف لا شرعيه لا شرعيه لها وبالتالي نحن اليوم بظل حاله حاله لا شرعيه السلطه لانه السلطه يمسك بها بمفاصلها حزب الله وبالتالي يغيبها كليا والسلطه كان شاهد زور او تتهرب او لا تاخذ موقف او بتقول انا ما وانا لا لي عندي قرار حرب السلم ولا كذا وانتم مش عارفين ومش شايفين المهم بس اليوم السلطه اللي عم نحكي فيها اليوم هي خلاصه السلطات اللي تعاقبت على لبنان من وقت الوصاية السوريه و... لليوم يعني استبدل الوصاية السوريه بوصايه حزب الله والسلاح وبالتالي مفترض نرجع نحكي ب... ب مش تعديل الصيغه بتطوير الصيغه بطريقه تحافظ على المكونات اللبنانيه كلها الا الا اذا قدرنا نعوم اتفاق الطائف ونعوم الشراكة اللبنانية المسيحية بالشكل السليم اللبنانيين لما توصلوا للنساء الوطني قبل الاستقلال توصلوا فيه بمعزل عن الأرقام والأعداد شاكر دكتور أنت ما بتحب الأرقام والأعداد نحن شلناهم عجانا بوقتها يمكن بوقتها كانوا مسيحيين أكثر شوي من المسلمين والبطرك حوايك لما أخذ الأراء اخذ الاندفاع نحو لبنان الكبير ما سال كمان عن عن غلبة مسلمين او غلبة مسيحيين مع انه كان لبنان صغير انسب له كماروني وكمسيحي وبالتالي نحن المساء العيش المشترك خارج نطاق الاعداد والارقام، واليوم نحن بهمنا كمان نحافظ على هالميساء بالحد الادنى اللي بيحافظ على المكونات اللبنانيه على الحريه وعلى الشراكه الفعليه على التنوع بلبنان مش انه فئه معينه بدها تهيمن على بقيه الفئة اذا بنقدر نعوم هال... هالصيغه هيدي عاد والا بدنا نبحث عن تطويرها ضمن لبنان الواحد، بنرجع بنقول ضمن لبنان الواحد الاحد. أستاذ جهاد لما حضرتك أول شيء ترشحت الانتخابات من فريق التغيير وفتوا بليحة شمالنا شمال. الثورة أو الانتفاضة الشعبية اللي شفناها كانت حاملة شيء جديد يختلف عن القديم بين العيش المشترك والطرح الجديد اللي اجى أنه ما بدنا كل الحوار القديم اليوم وأنت تسمع هذا الحوار هل تعتبر انه بعده طرح الثوره بتخطي كل الافكار القديمه آه ممكن آه خلينا نقول المحاولة اللي صارت بال2019 انتفاضة الشعب اللبناني ما وصلت للنتائج المرجوة عملت آه قدمت فشخات كتير وقدرت تخلخل كيان الطبقة السياسية المبنية والمنظمة على قياس حزب الله كدوائر حماية قدرنا وجهناها ضربات مؤلمه وقدرنا عملنا خروقات باكثر من محل وعملنا فشخه لقدام الفكره يلي طرحتها 17 تشرين هي كانت دوله المواطنه وما في حوار على اساس انه انا بمثل طائفه او بمثل جماعه مناطقيه او دينيه والى اخره، نحن مواطنين متشابهين بالطروحات وبالهواجس والى اخره هيدي برايي انه انه بعدها صالحه تتكون ارضيه لبناء لبنان الجديد طبعا نرجع كيف ما نبرم باي ملف بنرجع على العقبه الاساسيه اللي هي انه في طرف مسلح ما بيخليك توصل فكرتك لاي محل بس السؤال يعني هو طرف مسلح بس الدكتور عم يعني بيقول انه ما بيقدر يتفرج تقريبا مثل ايام المقاومه الفلسطينيه قبل الحرب قبل اتفاق القاهرة يعني في فئة من اللبنانيين لا تستطيع أن تشعر بأنها غير معنية بما يجري خارج الحدود بغض النظر عن حزب الله ولا أسأله للدكتور تماما. هل موقفهم هو امتداد للخط القديم تماما بس الدكتور جاي من 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 محل اقله بوعي سياسي انا مش تاريخيا انه عمل اول مره نايب ضمن لوائح قوى 14 أدار وكان جزء من تكتل كبير اسمه لبنان اولا وهيدي كانت من بعد ما انه سقط شهيد رفيق الحريري اغتيالا اغتالوه النظام السوري وحزب الله، اكتشفوا السنه بلبنان انه هن ملجئهم الاخير الدوله اللبنانيه، وهيدي كانت فشخه كثير كبيره لقدام واللي هن اصلا اباء الاستقلال بالصيغه اللي بنعرفها نحن بدستور 1920 فالجماعات اللبنانية كيف ما طلعت وكيف ما نزلت وباللحظات العصيبة بالآخر بدأت تحس أنه ما الدولة اللبنانية لا. نحن نعاني اليوم من انحلال الدولة اللبنانية دكتور هل موقف الجماعة الإسلامية هو امتداد للخط التاريخي الإسلامي الذي لا يستطيع أن يتفرج في حال جرى الاعتداء على فئة مسلمة في مكان ما بالعالم وبالتحديد على مربع حجر منا يعني سيد اولا خليني اكد انه نحن ب ب 17 تشرين كنا بالساحات وشبابنا كانوا بالساحات لانه نحن نؤمن بدوله المواطنه الدوله المدنيه الراعيه لكل اللبنانيين مش الراعيه للطوائف هذا امر خارج عن النقاش في الدستور نفسه بيقول ان لبنان عربي الهويه ولما بكون عربي الهوية لما بكون شعب عربي عم ينذبح أنا أنا طبيعي إني واقف عم أتفرج في 22 ما يكون عندي أي شعور لا لا في 22 أنا بحكي لا. عن لبنان. أنا عم بحكي عن لبنان بدنا نكون عرب نحن بدنا نكون فرس أنا بس. عم بحكي عن لبنان مش عم بحكي عن غير لبنان غير لبنان غيري غير بيتحمل مسؤولية الكلام عنه طيب لبنان مش لبنان عربي ما عنده طبيعي قرار؟ انه يكون في عندي تفاعل مع اللي عم يصير بفلسطين نعم بس انه السؤال كيف تأخذ غير طبيعي انه ما يكون عندي تفاعل بس من يحدد غير طبيعي اني استنكر التفاعل بس من يحدد يا دكتور من ياخذ القرار في هذا المنزل اللبناني انا كنت بتمنى تكون الدوله لو كانت الدوله موجوده بس ما انا موجوده شو بعمل انا بدي اعبر ساعتها عن قراري عن رايي عن طموحاتي لو كانت الدولة موجودة حتى لو رأيها خالد لرأيي كنت حاضر اسكت لأنه الدولة بتمثلنا ممتاز. كلنا ممتاز. بس الدولة مش موجودة شو بعمل؟ لذلك احنا بوضع هجين منه طبيعي صح؟ بس هو هيك احنا بوضع ما في دولة كل واحد منا قاعد عم يعبر عن مشاعره، عم يعبر عن مواقفه، عم يعبر عن طموحاته هلا يعني المشاعر والمواقف والطموحات صح او خطا وجهة نظر يعني هلا حضرتك حضرتك لا تعترف بالسلطة المتمثلة بالرئيس مئاتي بلا بعترف فيها بس الدولة ضعيفة دولة, دولة دولة ما عندها مقومات الدولة هذا اللي بقصده بس اذا احترمتها احنا عندنا شكل دولة ما عندنا دولة يعني حقيقية اذا دوله بس دولة هل تعتبر انه موقف الجماعة الاسلامية بانه ما يرد على الدولة او ما يطلب مين هذا يقويها مين قال ما بيرد؟ مين قال لك انه دوله ما قالت ومين قال لك انه مش منسق ومين قال لك انه مش عم يتواصل مع الدوله بقطاعاتها المختلفه مين قال لك الحكي بقرار شن الحرب هل... انا ما عم شن حرب هلك شغلة المصطلح العسكري نعم. بالمصطلح العسكري في فرق لأنك انك انت تاخذ قرار شن حرب وانك انت تاخذ قرار تدافع عن حالك هل نعم ندافع عن حالنا هل اخذت موافقه الحكومه اللبنانيه بشن حرب دفاعيه روح ارجع للبيانات الوزاريه المتعاقبه اللي قالت انه بس الدستور اقوى من البيانات الوزاريه يدافع عن حاله الدستور اقوى من ليه ما طعنتوا بالبيانات الوزاريه امام المحكمه بس الدستوريه بس بس <تصفح> بس, <تصفح> بس ال... الطائف اقوى من البيانات الوزاريه حل جميع الميليشيات هي اقوى من البيانات، اقوى من كل البيانات، اقوى من, البيانات. أقوى من الوزارات والبيانات الوزاريه. برجع بقول لك شغله، وهذا أخر. واذا واذا في محل في فريق عم بيكسر بالدوله ما بيبرر لك انه انت تستثمر بهذا التكسير وتزيد أبد وتزيد, أبد وتزيد أبد تكسير أبد بالدوله، بلا عم تعمل انا متناغم مع واذا برايك دكتور يعني انت عم تحمي انا حالك متناغم مع القوى العسكريه على ضعف واقعها الموضوعي خليني اعتبر، انا ماني قاعد خارج السلطه ولا خارج القانون، انا عم بشتغل باطر وقنوات اتصال وتنسيق مع كل هالاطر هاي ماني قاعد عم ب... انا قاعد عم بشتغل خليني بس قبل ما حضرتك تجيب يعني منطق الدكتور عماد بانه في تحلل للمفهوم الدولي واقعي سببه حزب الله سببه مش حزب الله الامر الواقع انه ما في والدليل انه ما قدرت السلطه فرضت نفسها هل نحن وخصوصا مع الفراغ الرئاسي والتمادي فيه هل نحن في اتجاه تحلل الدولة بالكامل وحضرتك يعني أشرت بفكرتك مثل كأنه عم تحط أنه لقد بات الحديث عن بعد الصيغة 43 بدأ الحديث في في مكان ما لأنه الحقيقة فشلت فشلت الصيغة وهناك يعني أطراف يوحون بأنهم يؤمنون بها ولكنهم لا يؤمنون بها يحاولون الاستثمار تحت عنوانها الصيغة لا يصالوا على الهيمنة معينة إن كانت هيمنة سلاح إن كانت هيمنة عدد أو أي هيمنة تانية الدولة اللبنانية اليوم غائبة غائبة بوجهتها الحكومية وبوجهتها كسلطات ثلاثة مغيبة مجلس النواب آآ آآ معتقل ممنوع ينتخب رئيس جمهورية من أكثر من سنة ما في جلسة واحدة لانه دوله الرئيس نبيه بري بالتعاون مع حزب الله لا يريد انتخابات بل يريد حوار بدعه تعطل الدستور وتعطل المسار الديمقراطي السليم السلطه سلطة. القضائيه مغيبه التشكيلات موضوع الرف من كذا سنه من عهد الرئيس ميشيل عون ومهول عليها ومحاصره من قبل حزب الله ومهدده والحكومه كمان حكومه تصريف اعمال لا تملك شيئا من القرار وتعترف بذلك وبالتالي اليوم لو في دوله لبنانيه سويه وسليمه اكيد ما اخذت قرار الحرب مع اسرائيل بهالشكل هذا مثل الدول العربيه اكيد <applause> مش معناتها انه ما <applause> شيء ما بيسوى هيدا مش معناتها انه ما عم نتضامن مع الفلسطينيين بس في حسابات ثانيه مرتبطه بحياه اللبنانيين وبالشعب اللبناني وب تكوين لا. الدولة أستاذ جهاد هل تعتبر أن اتفاق الطائف وصل لنهايته؟ بالقوة نعم تم إغراق الدولة اللبنانية بالحرب الموجودة يلي كل أبطالها مش بالصدفة هم المتطرفين يلي هني ما بدهم ينهوا هيدي الحرب بدهم يتركوها لأن بيخلص دورهم ورجعنا مرة جديدة حطينا على طريق الفيلة تنروح دعس وإذا إذا من عمل جبهة إنقاذ وطنية هدفها تحرير البلد من هيدا الواقع ونرجع نقدر نعيش بسلام وازدهار وطمأنينة وحياة مستقرة لن يبقى شيء دكتور عماد هل تعتبر أن موقف الجماعة الإسلامية بموضوع الحرب في الجنوب يقوي ويعطي فرصا إضافية لاتفاق الطائف أي طبعا كيف؟ إنه وقت اللي بخلي الناس ما في دولة ما عم للدولة الدولة، حضرتك قلت صار في دويلات كان في حدا عم يقول أنا أملك السلاح المقاوم وحده. وبالتالي انا بقرر اذا بتنطرح استراتيجيه دفاعيه ولا لا. الان صار في حدا عم يجي بيقول لا صحيح مش وحدك اللي بتملك سلاح المقاومه ولا شرعيه المقاومه. سلاح مش منه اصلا اكيد ابدا ابدا من وين؟ ابدا ما هو بيملك الطرقات تفويت السلاح على لبنان جرب خذ موعد من من حدا من قوات الفجر بيقول لك من بدنا نجرب <applause> ما كانت قبل الحزب الشيوعي كان بالمقاومه آه. اه وذبح طبعا. صحيح صحيح ونفس الشيء بس يخلص بس عفوا الوظيفه تبع تبع الجامعه الاسلاميه حيصير نفس النتيجه يعني للاسف طيب. يعني جربناهم اذا 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 ذبحونا اعملوا مأتم على على ارواحنا بس برجع بقول لك انا عم بعطي فرصه الان بهالعمل هيدا من حيث لا اقصد <applause> خليني أعتبر انه اي آه يطرح جديا استراتيجيه دفاعيه للدوله اللبنانيه بعد انتهاء الحرب الان خلينا نعرض كتابنا ونقول احنا بدنا نضغط كلنا سوا نروح بهذا الاتجاه طبعا وحده ما بكفي بدنا نبني مؤسسات في كلام كثير بس هذا كلام هلا هلا الو... لا الحلقه بتسمح وقت, بي... وقت بيسمح ولا الظرف بس <applause> هذا المشروع السياسي اللي هو بناء دوله المواطنة والمؤسسات الدوله المدنيه مش العلمانيه مشروع قائم وينبغي ان يبقى قائم بس برجع بقول بهالظرف هذا احنا مضطرين مش خيار مضطرين الان نتواجه مع العدو لانه عم يواجهنا إلى ما شاء الله لا مش <applause> إلا مش الا ما شاء الله الحرب بتخلص وبنرجع لطريقتنا القديمه بمواجهه العدو وبنرجع لنمطنا القديم بمعالجه ملفاتنا الداخليه مش, مش حنضل قاعدين بالحرب كل الوقت لا طبعا استاذ مراد بيالني دقيقه هل في افق لانتهاء هذه الحرب ما شايف في افق على القليله بالمرحله القريبه اللي جايه يعني مثل قلنا استنقاع على وتيره عاليه وبالتالي بدنا ننطر بتصور الانتخابات الرئاسيه بامريكا بدنا ننطر مسار الوضع الداخلي الاسرائيلي لانه في حسابات معينه هونيك وبالتالي الاكبر دليل هو ما يحصل بالنسبه لانتخابات الرئاسه اللبنانيه. سجيهات على الرف رغم كل شيء جهاد كمان بكثير قليل هل يمكن ان تتوقف الحرب بالمعادلات الحاليه ام كما قيل انه ما يمكن ان تعود الى ما كانت عليه قبل سته المخرج الوحيد لشعوب المنطقه هو السلام يا اما بنقدر نفرض السلام العادل وحل الدولتين ونعيش فيه كلنا يا اما بدنا نضل حروب المتطرفين الى ما لا نهايه. شكرا لكم جميعا ضيوفي الاعزاء، اهلا وسهلا بكل واحد فيكم، مشاهدي ام تي في، الشكر لكم للمتابعه، وتذكير ان بامكانكم متابعه اخر الاخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصه ب ام تي في، وعلى ام تي بي الى اللقاء.